رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد قول الله سبحانه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. الأرض نعمة، وإحياؤها للنبات نعمة، ويفجر فيها من العيون ويجيب القوت الضروري اللي هو الحب اللي حناكله، ولذلك قال إيه: فمنه يأكلون. لكن في الفاكهة اللي يأكلوا من ثمرها، يبقى يصح أنه يأكل وما يأكلش، إنما مش قوت ضروري. كل دي النعم الحق سبحانه وتعالى أراد بعد ذلك بقوله وآية لهم. طب ما هي آية الكل ولا لهم بس للكفار؟ قال لك وآية لهم. ليه؟ لأن المؤمن لا يحتاج إلى هذه الآية. المؤمن قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. تبقى أنا طلب الدليل على الشيء أول دليل على وجوده، لأن ما تعبتش عشان أجيب أدلة إلا لأن إيه؟ مقتنع بالشيء، فحبيت أدور على أدلة. الله، لو ما كنتش أنا مقتنع كنت بدور على أدلة ليه؟ يبقى إذن أنا مقتنع بالشيء ولذلك طلبت عليه الدليل. فطلب الدليل هو عين الإيه؟ عين الدليل. أنت بتطلب الدليل ليه ما دام أنت مؤمن بالمسألة دي؟ أم قال لك لأجادل به من لا يؤمن؟ أقول له التفت إلى آيات الله. يبقى أنت حريص على أن غيرك يكون مؤمن ومش ما عندوش إيمان الفطرة اللي نبع، نقوم نقول له طب الدليل كذا والدليل كذا والدليل كذا. نعم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يديم أو يمد فضله على خلقه بأن قال الأرض ما أحيتي وعملت فيها الحب عشان تاكلوا والفاكهة عشان مش عارف ايه والى اخره، وفجرت فيها من العيون عشان تطمئنوا الى ان مش ضروري الارض تكون ممطرة ولا ضروري يكون فيه نهر ولا اي حاجة. وبعد قال ده انا هعمل امتداد تاني لك وامتداد للاشياء اللي نافعة لك. فانا خلقت الازواج كلها لتتكاثروا، وخلقت الأزواج كلها ليستمر عطاء النبات والحيوان والأشياء لكم. إذن كمان بيطمن على أن إيه؟ على أن المسألة مش دليك بس، ده ممتدة. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها. وإحنا قلنا إن سبحان معناه التنزيه المطلق، والتنزيه المطلق له مقامات ثلاثة. المقام الأول أنك تنزه ذاته عن الزوات، يعني ذاته مش زي زواتكم. الأمر الثاني أن تنزه صفاته عن الصفات. أنت قد يقال أنك غني وهو غني، أنت موجود وهو موجود، لكن وجودك مش زي وجوده، وغناك مش زي، قد تكون قادرا على شيء لكن قدرتك مش زي قدرته. يبقى لا ذاته تشبه الزوات، ولا صفاته تشبه الصفات، ولا فعله تشبهه الأفعال. فإذا قيل الله فعل، اوعى تقيس فعله بفعلك، ولذلك احنا نقول سبحان الذي ايه أسرى، ما تقيسهاش بقوتك، قيسها بقوة الايه، بقوة اللي أسرى. الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بشيء يعلمه المخاطبون الأولون لا يسك خزائن فضله، بل يجيب آية كده يقول لك ولسه هتيجي، انت مش شايفها دلوقتي هتشوفها بعدين. ولذلك هناك في قوله سبحانه ابرز ايه: والخيل والبغاله والحميره لتركبوها وزينه. وبعدين طب افرض، قال لك ويخلق ما لا تعلمون. لو لم يقل ويخلق ما لا تعلمون فكنا نفسر العربات والاوتوموبيلات والطيارات والصواريخ دي ازاي؟ يبقى داخله في قوله ايه ويخلق. إما ليه جابها بالإجمال؟ قال لك لأنه قد يكون العقل غير مستعد لأن يقبل هذه، فما يراه مشهودا جاءوا صراحة، ثم جاء بإيه؟
بفضل الاحتياط. قال ايه؟ ما لا تعلم. الله هيجيب لنا حاجات وكل يوم، وده احنا كل يوم بنشوف ايه عجائب. الصواريخ دي اللي مسافتها قد ايه؟ طب ما يمكن يجي بعدين بعد كده اكتر من الصواريخ، يبقى داخل في ايه؟ ويخلق ما لا تعلمون. كذلك هنا، فسبحان الذي خلق الازواج كلها. هات اللي يعرفوه مما تنبت الارض وانتم شايفينه، بناخد الشجره اللي بتاع نلقح به النخل مش كده على الاول، وبعد ذلك نقول طب دي معروفه. طب ده في اشياء في النباتات لا نعرف لها ذكرا. صحيح انا عارف ذكر النخل وانتهيت النخل، باخد من الذكر لقح النتايج، وفي الجميز في حاجات كتير كده، وفي اشياء ما اعرفش الذكر بتاعها فين. ده ام قال لك وارسلنا الرياح لواقح، تجيبوا له من اي حته كده وان كنت ما تعرفش. وفيه اشياء وغالب الظن انها الضروريه للاقوات، لا يجعل الذكر في ناحيه والانثى في ناحيه، نقول لك تنقل من دي لدي، لا هي في حته واحده. عود الذره اللي هو سيد الحبوب اللي احنا بنعرفها، وعود القمح، ما فيش عود ذره معمول بس ذكر وعود نتاية. العود الواحد فيه ايه؟ فيه الذكورة وفيه الايه؟ فيه الانوثة. ازاي؟ السنبلة اللي فوق دي اخر حاجة دي اهدي فيها لقاح الذكورة، والهوى يعمله كده يروح مفروط ينفرط عشان يروح فين؟ للانوثة، مش في عود تاني، في نفس العود. ولذلك تجد حكمة الحق الخالق انه يعمل الورق بالتبادل، ورقه كده ورقه كده وورقه كده، الله، علشان الريح يجيب البتاع اللقاح ده من اي حته يروح مدقلقه في الانابه بتاعه الورقه لحد ما ينزل فين؟ قولوا لي كده بقى، في شريبه الكوز. ولذلك ان كانت المعلقه بتاعه الكوز مقفوله يذكر العود ما يجيبش عود، لازم تبقى مفتوحه، والشريبه دي اللي هي بتاعه اللي بيني علشان ايه؟ تاخد اللقاح من السنبله وتوديه فين؟ قام قال لك كل شريبه من اللي انت بتشوفها دي بتاعت الكوز الذره متصله بحبه، تاخد اللقاح توديه لمين؟ للحب. ولذلك لو جيت كوز جلال استطعت او تيم قالوا كده، تلتفت تلاقي الايه؟ الشعيرات اللي فوق دي نازله لحد دي، كل واحده حبايه. الله، لكن دي الحبل اللي هيودي من الذكوره لمين؟ للانوثه. والاعجب من هذا انك انت تجد في كل زراعه ان اعلى الكوز حبه اضعف من ادنى الكوز، تلاقي حب اللي تحت ايه؟ ناصح كده، والتانيه قد تموت تبقى ميته كده ومتهم. الله، ايه للسبب؟ قال لك لان ما دام الهوى يخبط السنبله فينزل منها لقاح الذكوره علشان الانوثه تبقى عايزين الشريبه اللي هي دي تستقبل الانثى، الحبل اللي جاي من الاولانيه التحتانيه يدوب طالع لحد ما بان يبقى واقف كده اهو، لكن الحبل اللي جاي من الاخر يبقى مدلدل لتحت، يبقى مدلدل لتحت، يمكن ما يلحقوش اللقاح ومرار يموت ولا ينفعش، يبقى نقول او شوف الحكم. وكذلك في سنابل النخل، اذا فمن لطف الله ان هو يورينا ان في من النباتات بنلقح الذكر بالانثى ويجيب ذكر ويجيب انثى. طب هات لي ذكر المانجا بقى، طب هات لي ذكر الزيتون، طب هات لي ذكر الموز. يقول لك ده ذكره حاجه تانية خالص وتجيله بواسطه الرياح. ولذلك تلتفت تلاقي الجبل صخري وبعدين تنزل فيه شويه امطار، بعد خمس ست ايام كده تلتفت تلاقي الجبل ده كله ايه؟ اخضر. اخضر منين دي؟ الحب مرمي كده مستني شويه مطر، مستني شويه مطر، والحب يا اخويا ما يسوش ولا يجرى له حاجه ابدا، يفضل كده هو مطمور في الارض لحد ما يجي له ايه؟ ما يجي له مطر، يقوم ينبت النبات، وبعدين يجيب له من منطقه تانية الذكوره بتاعته. ولذلك وارسلنا الرياح ايه؟ أرسلنا الرياح لإيه؟ لواقع. فالحق سبحانه وتعالى يطمئننا على امتداد النعمة وامتداد المنعم عليه
أما امتداد المنعم عليه فبالتزاوج عشان يكسره، وأما بالنعمة أيضا فالنبات فيه له إيه؟ زوجية أيضا. لأن إذا كنت سمعت كلمة الزوجية دي الزوج، اوعى تفتكر إن الزوج يعني اثنين، الزوج شيء واحد بس لا يقال إلا مع غيره مثله. انت لما تيجي مثلا الواحد يروح يجيب جزمة يقول له هات ايه، ما يقولوش هات زوج، هات زوجين، يعني اليمين والشمال. فكلمة زوج لا تطلق إلا على شيء واحد، ولكن هذا الشيء الواحد مشروط فيه ايه؟ أن يكون معه ايه؟ زي توأم. هم التوأم يعني اثنين؟ لا، التوأم واحد معه مثله. يبقى التوأم مطلق مفروض مفرد بس لازم يكون ايه؟ ولذلك تقول عليهم مش توأم، تقول توأمان، تقول عليهم ايه؟ زوجين، زوج وايه؟ وزوج. كلام على الأول. الحق سبحانه وتعالى ما دام هيعمل الأزواج عشان التكاثر وعلشان دوام النعم، قال لك أنت إذا نظرت إلى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصة المجربة المدققة لوجدت كل شيء في الوجود زوجين عشان استدامة الصنف. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها ومن كل شيء آتني، ومن كل شيء خلقنا زوجين. بس أنا بتعمل حاجات من ورايا أنا مدرش بها، أنا مدرش بها للأمور الإيه؟ المباشرة. وفي أمور تانية أنا مش جاري بها ولا أي حاجة ولا تمر عليا كده، وأنا مش إيه؟ مانيش عارف. طيب ما دام الزوجين هيجتمعوا للتكاثر ولا بد من تلقيح احدهما بالاخر عشان يجي التكاثر، فما الذي يدلنا على ميعاد هذا التكاثر؟ قال لك الشيء ما اللي مالكش دخل فيه الله يعلم ميعاده وهو بيخليهم يعملوا كده. انما انت بقى الكلام في المشكله معاك انت. الزوجين اتجوزوا وعايزين يلقحوا بعض علشان يجيبوا ولد، ما نعرفش امتى البويضه هتيجي علشان تتلقح من المكروب المنوي بتاع الذكر، ما نعرفش الحكايه دي. ام قال لك الحيوان يدلنا عليه، الحيوان نفسه هو اللي يدل عليه. ليه؟ لان الحيوان ما فيش انثى بتتجوز ذكر، ده شيئين كلهم في بعض، ويمكن ابن الابن النتايه بعد مده يجيب عنها كده ويجي يعشرها ولا حاجه. إذن ففي الحيوانات لا توجد ذكورة محصورة أو محكومة لأنثى، بل هي مشاع في الكل. يقوم ما دام مشاع في الكل يبقى مش تحت طلبها بقى، اللي متجوزة راجل يبقى المسألة تحت الطلب، يعني ويا بعض تحت الطلب، مملوكة له مملوك لها خلاص. لكن في الحيوانات اللي مش مملوكة يقوم يجعل الداعي لهذه العملية التكاثرية في نفس الحيوان. ولذلك تجد الفلاح يقول لك يا اخوان البقره عماله بتنعر، التنعيره ده هي على انها صارف. صارف يعني ايه؟ يعني طالبه الايه؟ طالبه الفحم، لان هي ما عندهاش بقى ذكر تقول له تعالى اما نعمل العمليه دي علشان نيجي، ثم لازم تصرخ لصاحبها اللي هو عايزها تحبل وعايزها تولد، تقعد تنعر كده مده. لو حسبت هذه المده تجدها المده اللي بتمشي فيها البويضة من مكانها إلى أن تصل إلى الرحم. بعد ما تنتهي بقى كده يبقى لقاح الذكر ما ينفعش بقى، تبرد يقول لك بردت، يجيبوا لها الفحل يقول لك بردت ما عادش، ما يعني إيه؟ ال 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 ما عادش لها أوان. دلوقتي ابتدأوا العلماء ياخدوا من مسألة الحيوان الذي يؤذنه بأن فيه بويضة نازلة منه وعايزه تتلقح وينعر علشان صاحبها اللي عايزها تتكاثر هو اللي يجيب لها الفحل، يجي في الانسان بقى بيقول لك الحيوان يبقى كده والانسان. قال لك لان الحيوان ملوش الف يبقى تحت طلبه، لكن الانسان له الف تحت ايه؟ تحت طلبه. طيب ازاي امتى يعرف الطلب ان البويضه نزلت علشان يروح ياتي المراه علشان تولد؟ ما اعرفش الحكايه دي.
قال لك لو كانت عندك مقاييس دقيقة في الذات لعلمت ان فيه تغيير كيماوي في جسمك. هذا التغيير الكيماوي في جسمك عايز دقة ملاحظة. جت الكهرباء لو موجب وموجب يجيبوا شرارة، طب لو سالب وسالب يجيبوا شرارة، يبقى لازم موجب وإيه؟ لازم. أدي الزوجية. كذلك في الذرة. فإذن ومما لا يعلمون لها مدلولات وقعت أخبر الله عنها قبل أن نكتشفها، لنعلم أن الغيب الذي يخبرنا الله به يجي علشان يصدقني بغيب تاني قدام. يقول إذا كان الله قد صدق في غيب ثم واقع الحياة جاء فصدقه، يبقى التاني اللي جاي بقى وخطوطا في الآخرة يبقى لازم نعمل فيه إيه؟ لازم نصدقه. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وبعد ذلك بعد أن تكلم عن هذا تكلم عن الزمان. الأول الأرض وما يتعلق بها اسمها المكان، وإحنا عارفين أن الإنسان الحادث كل حدث من حادث يحتاج إلى شيئين اثنين، المكان والزمان الاثنين. المكان ده إحنا اتكلمنا على الأرض وعمل مش عارف إيه والنبات والدهون، فقال لك لسه الزمان. فتكلم عن إيه؟ عن الزمان في قوله سبحانه وآية لهم الليل، برضو وآية لهم. طب ده الآية الكل، أم قال لك لا، لأن الذي آمن بالله بفطرته وقعد يدور على الدليل مؤمن بالحاجة. ولذلك قل أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أنا قلت خلاص يبقى ما تعوش لا دليل ولا أي حاجة، أنت الدليل ده تقول مين تعرفه لترد به على من ينكر. وآية لهم الليل. الليل احنا عارفين ان اليوم ينقسم الى قسمين، ليل ونهار. في المقابلات وان كان فيها ضيق غير ليس فيها ضيق التعبير يوم وليل، يوم وليل نقول لا، اليوم يشمل ايه؟ الليل والنهار. يبقى مقابل الليل ايه؟ النهار، وكلاهما ايه؟ يوم. لكن اللي خلاهم يعملوا كده ايه؟ قال لك 7 ليال و8 أيام حصومة. أم قال لك برضو يطلق اليوم مقابل الايه؟ مقابل النهار، لا مقابل الليل وياه يعني، يبقى بدل النهار يعني. كلام على الأول. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الليل ظلمة والظلمة فيها سكون، والسكون قد الأصوات اللي حواليك، ويشبه النوم اللي انت بتنامه في الليل الموت. اهي دي زي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ليه؟ قال لك لأن الليل لما كان مقابل النهار الناس السطحيين في التفكير يجعلون كل تقابل تضاد. يقول لك الليل ضد النهار، نقول له لا مش ضده، ده متكامل معاه، يعني بيكونوا كمال واحد. لأن الليل جاي علشان نهدأ من حركة النهار، عشان أستأنف نهار جديد بنشاط، يبقى الليل جاي يعمل إيه؟ يتمم. طب والنهار؟ قال لك جاي عشان يستغل الراحة بتاعتك في إنك أنت تتعب بالنهار. يبقى إذا الاتنين متكاملين ولا لا؟ يبقوا الاثنين متعاندين ولا متعاضدين؟ وكل شيء له مقابل، اياك ان تنظر الى انه ضد، بل ينظر الى انه كان ضروري لا يكون. ولذلك الحق لفتنا في الزمن قال ايه؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ الله، يبقى ده مطلوب
ومن دقة التعبيرات ان في مسألة الليل يجيب افلا تسمعون، وفي النهار يقول افلا تبصرون، لان الليل اداة الاستدعاء فيه الاذن، انما النهار تشوف فيه، فده يبقى افلا تسمعون، افلا تبصرون. لا كلام عام. يبقى اذا كل متقابلين لا تنظر فيهما الى التضاد، وتعملهم ضدين وتعمل مناظره بين الليل والنهار كله ما تنفعش، لان هما الاثنين ايه؟ ضروريين. كذلك اراد الله ان يحل مشكله لا تزال العصور تتصارع فيها الى الان، الذكوره والانوثه. الحق سبحانه وتعالى حينما يخلق التقابل نسميه احنا التكامل، والتساند للتعاقب، والتعاضد لا التعارض، علشان نفهم ان كل حاجة ايه موزونة. وآية لهم الليل، طب كويس، نسلخ منه النهار. السلخ كشط الجلد عن الشاه، فما العلاقة بين كشط الجلد عن الشاه وضوء الليل والنهار؟ قال لك الأصل في الشيء الظلمة، ولا ينير ولا تذهب الظلمة إلا بمنير طارئ. يبقى الأصل إيه؟ الظلمة، وبعد ذلك يأتي الإيه؟ المنير. فبالليل ظلمة، وبعدين يجي الإيه؟ النهار يستر هذه الظلمة. يبقى أكن النهار لما بيجي بيستر الظلمة كما يستر جلد الشاة لحمها. فإذا ما أراد الحق إن الظلام يجي يخلع إيه؟ يخلع الضوء، يسلخ الجلد بتاع الضوء دي، يقوم الليل يجي على طبيعته إيه؟ وآية لهم الليل نسلخ منه الإيه؟ النهار فإذا هم مظلمون. يبقى الظلام عدم يعني عدم نور، لكن النور ايجابي، عايز حاجه، عايز آلة جديده، فلو تركته لحاله يبقى ايه؟ يبقى مظلم. عايز تنوره، هات حاجه تنوره، يفضل الليل. هل فيه آله لما يجي الظلام؟ لا، ده لما ما تجيش الضوء يجي الظلام. يبقى الظلام ايه؟ امره عدمي، لكن الضوء امره ايه؟ امره وجودي. فاذا كنا نسلخ منه النهار يبقى نقول له اصل الضوء كالجلد يغطي لحم الظلام، فلما نعوز الظلام يجي نروح شايلين الغلاف الضوء اللي جه ده يجي الظلام على حاله. نعم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. إذا هم مظلمون فجأة، يعني مسألة مش عايزة ترتيب ولا أي حاجة، فإذا هم إيه؟ مظلمون. طيب، والشمس اللي هي بتاع اللي هنسلخ ضوءها بقى دي، مش كده هي؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الإيه؟ العليم. والقمر مد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اولا الشمس هي اللي هنسلخ ضوءها عشان الظلام يجي، ده كلام طيب. والقمر، قال لك القمر الله سبحانه وتعالى جعله يستلف شويه من الشمس علشان فيه الذين يكدحون بالنهار، الليل بيجي عشان يريحهم، لكن لهم مصالح لا تتأتى إلا بأشخاص. مين يحرس أمنهم وهم نايمين كده في الظلام؟ يبقى فيه ناس. طب في الناس دي مش هيبقى لها حركة؟ طب لما تروح تشتغل الصبح الخبز الصبح مش فيه ليل طول النهار الفرن عمال بيشتغل لك؟ الله. ولذلك لما قال الحق سبحانه وتعالى ومن آياته كذا وكذا وكذا، قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار. لانه لو ما قالش والنهار يقولوا طب العسس ده والناس اللي بيشتغلوا بالليل ما يناموش بقى، يبقى لازم يناموا على الاول. يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل لليل، لان القائمين على امر النائمين بيبقوا قله عاده،
فجعل من الشمس حاجة تدي للقمر، القمر الصخر الصخر تدي له حاجة تقوم تعكس الايه الاشعة عشان ناخد. ولذلك سموه الضوء الايه الضوء الحليم، ضوء ما فيش فيه ايه حرارة، لانه بالذات من القمر ده هو انعكاس، انعكاس ضوء الشمس على القمر. والشمس تجري لمستقر لها، الشمس تجري لمستقر لها، تجري لشيء تستقر عنده، يعني لغاية تستقر عندها. طب نفسرها ازاي دي؟ ام قال لك لما تيجي تشوف الفصول الاربعة تقوم تجد دي بتيجي من ايه؟ من الشمس. تبقى لما تيجي في اول وكل يوم الشمس تتغير، ولذلك كل يوم الشمس لها مطلع عام وهو الشرق، وفي المطلع العام مطالع خاصة من الشرق. يعني هو ده الشرق، إنما هل من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، بتتعدد بتعدد الأيام. ولذلك لما عملوا المعبد اللي في الصعيد قدماء المصريين عملوا فيه 365 طاقة من دقة الهندسة المنسجمة مع الفلكيات، انهم عملوا كل طاقة تطلع منها الشمس في يوم. يبقى اذا مجراها متعدد ولا لا؟ النهاردة طلعت من هنا انتم امامه، انما دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي. يبقى كل يوم بتجي من دي لدي لدي لحد ما تاخد ايه حدود السنة، وبعدين تبتدي ايه تاخد ايه تاخد الدورة بتاعتها على الاول. والشمس تجري، وبعد ذلك اكتشف بعدين الان ان الشمس بنسمي المجموعة من الكواكب اللي تدور حواليها اسمها الايه المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية اللي كانوا زمان يعتبروها سبعة، اللي كان معروف ايامهم سبعة، اللي بيسموها ايه عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشتري وزحل. الله، كل دي كانت معروفة. وبعدين غرت بعض العلماء في انه يقول ان السبع دول هم السبع سماوات، حتى كثير من الشيخ المراغي ومحمد عبده ففوجئهم في سنة 30 ان اخترع وجد كوكب اخر يدور اسمه نبتون. وبعدين بعدها بعشرين سنة طلع كوكب تاني اسمه بلوتو. فهم يبقوا تسع سبع سماوات ولا تسعة بقى؟ وأين هذه من السماء؟ ده كلهم في السماء الدنيا، ما لهمش دعوة بالله، إنما دوكم كانوا عايزين يقربوا المسائل الدينية إلى الأجيال اللي هم عارفينهم. هنا لو نظرنا نجد إن الشمس والمجموعة اللي حواليها من الكواكب اللي هي ايه عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشتري وايه وزحل وايرونوس، وبعدين جه نبتون وبلوتو، كل دول بيدوروا حوالين الشمس، واللي بيدور حوالين الشمس له دورة تانية حوالين نفسه. يبقى له كم دورة؟ دورة حول نفسه ودورة حول الشمس. زي ما واحد يجي هنا قدامه، أنا قاعد هنا، يجي واحد هنا هو بيلف بذاته، وبعدين يلف بذاته كده ويلف برضه حواليا تاني، يبقى له دورتين، دورة حوالين نفسه ودورة حوالين المركز اللي هو الايه الشمس. الدورتين بتختلف في السرعة. أما الدورة الأولى فينشأ منها اليوم، دورته حول نفسه ينشأ منها اليوم بتاعه، ودورته حول الشمس ينشأ منها العام.
فإذا كانت الدورة بتاعته حول نفسه أسرع من الدورة حول الشمس، يبقى اليوم بتاعه أقل من يوم الليل، لأن دي قليلة التانية. ولذلك من الفزورات اللي بتنعمل في الجغرافيا يقول لك ما يوم أطول من عام. إيه اليوم اللي أطول من عام؟ يتلخبطوا الدنيا كلها. فالشاطر بقى يقول الزهرة. ليه؟ لأن الزهرة لما قدروا أمورها في السير بالنسبة ليوم الأرض وجدوا أن العام بتاعها 225 يوم من أيام الأرض، لكن اليوم بتاعها 244 يوم من أيام الأرض. الله، يبقى أكن سرعتها حوالين نفسها شيء، وسرعتها حوالين الشمس شيء إيه؟ شيء آخر. سرعتها حوالين الشمس بتخلي العام بتاعها 225، سرعتها حوالين نفسها بتخلي اليوم بتاعها 244، لان دي سرعه وده سرعه، وبيسموها انفكت الجهه. انفكت الايه؟ انفكت الجهه. والشمس تجري. قال لك بقى الشمس بالمجموعه بتاعتها كلها بتجري الى نجم اسمه، سموه العلماء الفلك الفيجة، والعرب يسموه النسر الواقع، في الثانية 12 ميل. هي بمجموعتها كده تمشي. ودي بقى سبق تفسرها ازاي؟ تجيب قبلية من الطلبة اللي بيعملوا عليها الكهرباء دي وتقعد ناس عليها بيجروا حوالينه، والطبلية نفسها ايه؟ بتجري. يبقى لها كم جري؟ لها جريتين، جرية اللي عليها وجريتها هي ايه؟ نفسها. انت راكب مركب، اذا كنت ساكن تبقى سرعتك سرعة المركب، نشوف المركب هتمشي قد ايه وتوصل بعد قد ايه. انما طب افرض بقى انك انت المركب اللي ماشية دي انت ماشي في اتجاهها، يبقى سرعة المركب زائد ايه؟ زائد سرعتك انت. طب في غير اتجاهها يبقى سرعة المركب ناقص سرعتك انت. والشمس تجري لمستقر لها. المستقر لها يعني اخر عامها ترجع تاني تاخد دورتها، يبقى يمشي تمشي لمستقر لها لاخر ما تنفض الشمس، والشمس ايه؟ تكور بقى وتنتهي، يبقى ماشي. هنا بقى ايه اللي بيحرك الجريان ده هنا وهنا 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 وهنا؟ ايه اللي بيحرك؟ طب ده احنا كل حركة عندنا بتعوز طاقة. يعني العرب الحنطور لازم الطاقة بتاعت البغل هو اللي يجرها، العربة اللي بتاعت الايد لازم ايدك العجل، لازم عوز قوة. كل حركة عايزة ايه؟ كل حركة عايزة قوة. طب الشمس اللي عمالة تجري والارض اللي عمالة تجري حول الشمس والكواكب دي كلها، ما هي الطاقة التي تمدها لتجري؟ أم قال لك إذا خلقها الله جارية لا يوجد أحد يمسكها، تفضل جارية بقى زي ما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا. ولذلك احنا قلنا زمان في قانون اسمه قانون الايه؟ العطالة. في علم الحركة قانون اسمه قانون ايه؟ العطالة. العطالة دي ايه؟ أم قال لك كل متحرك يظل على حركته إلى أن توقفه، وكل ساكن يظل على سكونه إلى أن تحركه. خلاص كده. ولذلك دي فسرت لنا ألغاز كتير. يقول لك يا أخوها الكواكب اللي أطلقوها وعمالة تدور بقالها 10 سنين وعشرين سنة دي كلها فوق، إيه القوة اللي بتدورها دي؟ طب ده انا عشان الصاروخ ده يطلع المسافه دي، شوف الوقود بنعمل ايه ونجيب اكسجين ايه ونجيب مش عارف ايه وبتاع لما الصاروخ يطلع، امال ايه اللي بيحركها كده وتقعد دايره بقى طول؟ قام قال لك دي اسمها قانون العطاله. يعني ايه العطاله؟ انك حينما تطلق الاله اللي هتمشي دي كلها يكفي ان تطلقها متحركه، ثم لا توجد جاذبية توقف الحركة، فتظل دائرة 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 بلا وقود، بلا إيه؟
بلا وقود، والشمس تجري لمستقر لها. العجيبة بقولك ده مش تقديرك انت بقى، تجري بلا طاقة، تجري بلا وقود، تجري بلا مش عارف، قالك تقدير مين؟ تقدير العزيز الايه؟ وكلمة العزيز مناسبة هنا قوي، الذي لا تغلبه القوانين لأنه هو اللي عامل القوانين. نعم. والقمر قدرناه منازل. ايه المنازل بتاعه القمر؟ انت مش بتشوف كده الهلال وبعدين التربيع الاول والتربيع الثاني وبعدين البدر وبعدين الله، كل شهر بتشوف الحكايه دي ولا ما بتشوفها؟ هذه المنازل بتاعته. هذا القمر لما قدرت له هذه المنازل، هو اسرع ولا الشمس؟ ده هو بيقطع فلكه في شهر، والشمس بتقطع فلكها في سنة، يبقى من اللي أسرع؟ يبقى القمر. ولذلك دقة الأداء القرآن اللي مبنى على الهندسة العليا ده يقول لك إيه؟ والقمر قدرناه منازل حتى أولا حتى عاد كالعرجون القديم. الله أكن هو إدان الصورة بتاعة القمر كبدر وبعدين يرجع عامل إيه؟ إله. انت عارف العرجون يعني ايه؟ العرجون هو عزق النخلة اللي بيبقى فيه الشماريخ اللي فيها البلح. مش النخلة لما بتطلع البلح احنا بنسمها صباطة، مش بنسمها كده؟ الصباطة دي مكونة من ايه؟ شماريخ رفيعة زي الصابع كده وفيها البلح، والشماريخ دي موصولة بايه؟ بايد لها كده. خلاص؟ الايد دي من اول الشماريخ لحد ايه؟ لحد اخر النخله. الحته دي بقى اسمها العرجون. الحته دي اسمها ايه؟ لما يكون عندك مقشه بقى تقوم تشوف ايه، كل ما تقدم تقفع وتعمل كده، بان المائيه اللي فيها بتتبخر، تقوم كل ما تدمر وتقفع تبقى شكل ايه؟ تبقى شكل. حتى عاد كالعرجون الايه؟ القديم. المائيه بتاعته دات، وبعدين قعد ايه يكش زي ما بيقولوا، وبعدين يقفع كده يقوم القمر في الاخر ساعه ما. ولذلك ساعات يشبهوا القمر بالعرجون القديم زي ما ربنا قال، والعرب يشبهوا تشبيه ثاني. وغاب ضوء قمير كنت ارقبه. هو بده يشوف بقى الدنيا لما تظلم عشان يروح لحبيبته. وغاب ضوء قمير كنت ايه؟ عايز يغيب بقى عشان اروح اتسلل انا بقى. مثل القلامة قد قدت من الظفر. ساعة ما تقص الظفر بتاعك كده وتبص له كده تلاقي ايه؟ تبقى تمام زي الايه؟ زي الهلال بس على ايه؟ على صغير. كالعرجون القديم. شوف بقى يجيب لك العالي القمر العالي ده ويروح جايب له الشبه تيداني، يقول له ما هو لازم كده اللي العلو بتاعه ده ما ادركوش، لازم اجيبه وامثله في حاجه انا شايفها، لازم كده. فينقلها من هنا الى ايه؟ الى هنا. قوله الشمس تجري لمستقر لها، دورتها في سنه، والقمر قدرناه منازل دورته في شهر، يبقى من هو اللي اسرع قلنا القمر. ولذلك شوف شوف الايه الثانيه ايه؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. نتيجه الشمس ما تدركش القمر. لا يقال فلان لا يدرك فلان الا اذا كان فلان سابقه، الا اذا كان ايه؟ فلان سابقه. الشمس لا تدرك الايه؟ القمر، لان دوك ياخد دورته في ايه؟ شهر، ودي في سنه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، الله، ولا الليل سابق النهار. دي الآية دي، ولا الليل سابق النهار، حلت إشكالات عقدية كونية الاثنين مع بعض. إزاي؟ كلمة ولا الليل سابق النهار نفي أم إثبات؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، نفي ولا مش نفي؟
ولا الليل سابق النهار. يبقى كأن الشمس متحشيت بقى الهلال مش كده؟ لأن الهلال أسرع منها فمش هتدركه، مش عشان تسبقه بس ما تدركوش. هات بقى الزمن اللي ناشئ، ولا الليل سابق النهار، النهار ابن الشمس والليل ابن القمر، ولا الليل سابق النهار. الله، بقى الأول كان القمر الشمس ما تدركوش، وبعدين يقول الليل بقى اللي هو ابن القمر ما يسبقش النهار. شوف الحكمة بقى، بقى بالنهار بنت الشمس والليل للقمر، الشمس ما تدركش القمر يعني هو سابقها، لكن الليل اوعى تقول انه يسبق الايه، اوعى تقول ان الليل يسبق الايه النهار، لان دي آية كونية. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في قضية قد تقف فيها العقول يأتي لها بالرمزية بحيث يستطيع العاقل المفكر اللي بيقرأ الأساليب كده ويدققها يصل إلى مطلوب الله فيها، واللي ما عندوش استعداد دي يمر عليها كده ما يصدمش جهل ربنا بس. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والصلاة والسلام.